الثالثة بأرفع منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى
قد رام إطفاء نور الله معتصمون بمنهج سنه آباه الغدر. أويلي فدست سم الردى في كف غاوية كي تختفي آياتك الغرر. لا عافت النار أم الفضل حيث بكم قامت بي يلتضي في روحنا شرر. عندك حال يا موالي سمت إمام الهدى فالأرض راجفة. أيوا إماما أيوا سيدا أيوا مسموما سمت إمام الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك ما يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن. يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن كجده فهو فوق السطح منعفر. يا عيني على الجواد بجي بدمع دم. يا عيني على الجواد بجي بدمع دم. يا قلبي على ابو الهادي تلجم شباب صايم ويفطر على السم. وحيد بدار غربة مثل الحسين. السم يعطش والإمام صايم عطشان. يصيح الماي والسم مرد شبدة. طلعت من وقت ما بقت عنده حلا سطح الدار ظل لوج وخده. يا على فراش المرض يصفجي. مثل حسين ظل وسط المعارك. مثل حسين ظل وسط المعارك على الرمضة وما حد يمشي دنيا. اي على الرمضة وما حد لا تحسبون للرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت وتعلق.
واعظم علينا لون عناعي على حسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي ما اشوف ساعة فارغ من النوح بالي بالي واعظم علينا مصاب محزوز الوريد الان كل واحد منكم خلين يمه قلاص مي خلي نقول ان فاطمه انا وياكم سيدتي قضى ظاميا ماكم مثل موسيقى سيدي قضى ظاميا ما ذاق الماء برده بحر هجير اصلت الشمس جسمه فلو أبصرت عيناك في الترب خدوم إذا لطامت الخد فاطم عنده واسي فاطم وقتم على خدك إذا لطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمعا وجناتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلى شرف النبي وآله رحم الله من يصلي على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم أيها إخوة المؤمنون بهذا المصاب الأليم مصابنا بشباب الأئمة إمامنا الجواد سلام الله عليه الذي فارق الدنيا وعمره 25 سنة في ريعان شبابه وهو أصغر الأئمة سنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خدامه ومن زواره ومن أنصاره ومن الفائزين بشفاعته يوم يقوم الحساب بحقه عند الله وببركة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد هذه القضية في هذه الآية وهذه القصة ماذا نستفيد منها أحبتي وكيف نربطها بإمامنا الجواد سلام الله عليه باعتبار أن الزوجات زوجات الأنبياء وزوجات الأئمة لهم أدوار إيجابية وأيضا هناك أدوار سلبية وصلت إلى مقتل ذلك المعصوم يعني هذه الزوجة هي التي قامت بالتصفية الجسدية لهذا المعصوم لذلك وجودهم في هذه القضية محور القضية فنشوف أنه في الواقع أن الإنسان
يمكن أن يستفيد من المحيط إذا كان المحيط إيجابي أو سلبي؟ الجواب نعم. تارة يكون المربي أو المحيط محيط جيد، فيستفيد الإنسان من هذا المحيط، مثل ما نشوف إنسان يتربى في بيئة صالحة فيخرج إنسانا صالحا، أو يواكب أناسا صالحين فبالنتيجة يقتدي بسلوكياتهم ويسير على نهجهم، كما كان يقوم به الإمام زين العابدين. كان يشتري العبيد، يبقون عنده فترة من الزمن، يتعلمون منه، ينهلون من علمه، ثم يعتقهم ويعطيهم الأموال وينشرهم في البقاع، فيكونون نواة وبذور طيبة لنشر فكر وعلوم أهل البيت. هذا واحد من مناهج الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لكن هل هذه قاعدة ثابتة أحبتي؟ الجواب كلا. لذلك احنا نشوف من هم أولاد الأئمة انحرفوا عن المسار. هذا لا يعني أن هناك قصور في التربية، حاشا. هذا أيضا ينطينا أنه فالدرس أن نشوف أن بعض الآباء دائما نحملهم المسؤولية، مسؤولية التربية، يقول لا، لكن واجب علي أن يربي ابنه، يقوم ابنه، سلوكياته، يراقبه. هسه هذا ربى تربية جيدة صالحة، لكن انحرف الولد نتيجة أنه يسير مع أصدقاء سوء، أو يتعرض إلى أمور خارجية كثيرة. هسه مثل ما عندنا هاي السموم عن طريق الإنترنت وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والشبهات التي تطرح، وماكو هناك خلفيات ثقافية جيدة عند الشباب، جاي ينحرف إذا ما يجي. وتلقى البعض لا والله يجي يسأل سيدنا عدي هاي القضية هيك صارت، أو إجا واحد أنا أبي أصمون، إجا أمي وقال لي إنه التقليد مو فالشيء بدع، يقول إجي إحكي هالحكاية وراح، وما عندنا أدلة. شوف يجي يذب له حكاية ويروح، يذب له مادة سامة ويروح. بعد هلا انا اخذ انتيبايتك او مضاد حيوي ضد هذا السم او لا استطيع ان اخذ؟ هل تبقى يمي بعد؟ هذا الشاب جسد وبينت له الموضوع، وطلعت كتاب هذا الكتيب اللي مطبوع حول قضيه التقليد والرجل اقتنع. اذا حيوا الاحبه، الواقع ان المحيط تاره يكون جيد فيستفيد منه الانسان بمحيطه، وتاره لا تشوف أن هذا الإنسان الواقع لا يستفيد من هذا المحيط الذي هو فيه. وهذه الآية الكريمة التي قرأتها على مسامعكم الكريمة هي غير خير دليل على كلامي. وقصة امرأة نوح وامرأة لوط، هاتان المرأتان كانتا تحت نبيين كريمين عظيمين، نوح عليه أفضل الصلاة والسلام ولوط، لكن بالنتيجة خانتا هذه الدعوة. إذا كانت زوجة نوح اللي كانت تخبر قومها بكل من يؤمن بنوح باعتبار أن الزوجة أقرب ما تكون إلى الرجل، هاي خليها في بالك، هاي أقرب ما تكون إلى الرجل، هاي ممكن أن تتخذ وسيلة لقضية معينة، خليها في بالك أرج عليها. فكانت تخبر قومها. امرأة لوط كانت تتفق مع قومها، إذا جاء شخص وآمن بلوط إذا كان في النهار النار ما تبين، تشعل دخان على بيته، وإذا كان ليل تشعل النار، فتخبر قومها بأن هناك من يريد أن يؤمن برسالة لوط. لذلك هاي الخيانة مو الخيانة الزوجية، خيانة الفراش، ليكون واحد يتبادر إلى ذهنه أنه الخيانة اللي معروفة خيانة الفراش، لا، إنما هي خيانة الدعوة، وهذه أعظم وهذه أقوى وهذه أشد. الواقع أنه الإنسان حينما يخون النبي بهذه الخيانة العظمى، يعني يكون ضد النبي الذي بعثه الله، وإذا كان ضد هذا النبي يعني صار ضد الله، يعني جاي
حرب الله بالنتيجة. إذا هل أن وجود لذلك هاي القضية يقولون أن فلانة وفلانة جسدهم لامس جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك هذا يكون منجات وتنجو من نار جهنم؟ لا يمكن، لأنها جسد لامس جسد النبي. قلنا هاي الآية الكريمة واضحة أن امرأة نوح وامرأة لوط أيضا جسدهما لامست جسدي نبيين كريمين عظيمين، لكن والقرآن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذا أحبتي تشوف بعض الأحيان الإنسان يقول لك والله أنا ابن فلان أو أنا خادم يم الولي الفلاني، أن هذا سينفعني أو لا ينفعني. نعم الخدمة أو البنوة هذا شيء كبير، لكن الواقع أنني أنا كيف أستفيد من هذه الخدمة وأبدع وأتقرب إلى الله عن طريق هذه الخدمة؟ من خلال شنو؟ من خلال السير على النهج وعلى السلوك. المؤمنين في قضية أهل الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، من أتخذ عليهم مسجد يعني مكان للصلاة مكان للعبادة. الآن إحنا خدام العباس، أنا أسمي خادم نفسي خادم، أنت تسمي نفسك خادم، هل أن العباس تبنى فعلا خدام أم لا؟ كل واحد يسأل نفسه، هل أنا على نهج أبي الفضل؟ ما أقول لك توصل للمستوى، لا يمكن، لأن الواقع إحنا هذا دليل جلي وواضح أمامنا. العباس سلام الله عليه هو أحد أصحاب الحسين 77 واحد، لكن أكو تميز للعباس لو ما أكو تميز؟ إذا نصغر الدائرة غير الحسن والحسين، أمير المؤمنين عنده كم ولد؟ 16 يقولون أو أكثر أو أقل سلو الله، لكن هل أنهم كلهم غير الحسن والحسين دولك خارجين تخصصا، هل أنهم بمستوى أبي الفضل؟ إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها الشهداء يوم القيامة. إذا أكو عمل أحبتي أنا أستفيد الآن. نعم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الحسين كان وسيلة لأبي الفضل للارتقاء، لو للحسين أبو فضل ما وصل، إذن عن طريق الحسين. التربية إلى أثر، نفس الإنسان أيضا إلى أثر في أن يبدأ. إذن أبو الفضل أبدع في أعماله، هذه من نتيجة الترويض النفسي. نعم الأخ المواسي، مواساة كيف أنه يواسي، كيف أنه يفدي أخاه بكل ما يملك من كفين وعين إلى ما شابه. إذا أحبتي شوف أكو إنسان يستفيد من المحيط ويبدع ويرتقي في الذات الإلهية، ولكن للأسف هناك من لا يستغل. هذه الآية التي قرأتها على مسامعكم الكريمة هي خير دليل. تجي إلى قضية النبي صلى الله عليه وآله، هناك هل أن زوجات النبي كلهن على حد سواء؟ لا، هناك من هن من أعظم الزوجات اللي هي السيدة خديجة التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله بوجودها امرأة إلا أن بعدما أن ماتت. هناك أم سلمة، هناك أم أيمن، أيضا هناك من هي الواقع قد آذت النبي أيما أذى وآذت متعلقي النبي ووقفت ضد الرسالة والنبوة والقرآن والإمامة المتمثلة في شخص أمير المؤمنين وهيجت الناس ضده. هل نفعها ملامستها لجسد النبي صلى الله عليه وآله؟ تجي إلى الأئمة سلام الله عليه، زوجات أمير المؤمنين، واحدة من أم البنين سلام الله عليه، واحدة من الحنفية
الصوفية غير فاطمة الزهراء، وتجي إلى زوجات الإمام الحسن اللي واحدة منهم جعدة بنت الأشعث التي تسببت بقتل الإمام سلام الله عليه، هي اللي قامت بقتله. هل استفادت من سلوكيات الإمام الحسن؟ زوجة وأقرب ما تكون. طبعا هذه في القضية يجرنا إلى أمر آخر أحبتي، أنه سؤال يطرح أن الأنبياء والمعصومون ألم يكونوا يعلمون بهؤلاء بسلوكيات هؤلاء؟ كيف يمكن لهم أن يتزوجوا هؤلاء؟ طبعا هذا أيضا ربما يتبادر إلى الذهن سؤال آخر. أولا الأنبياء نعم يعلمون الغيب، ولكن يعملون بالظاهر. بالظاهر كنت تجي أن هاي المرأة سلوكيات مثلا في البداية سلوكيات جيدة، لكن بعد ذلك تتغير نتيجة الأهواء الدنيوية. والنبي والمعصوم والأئمة يعملون بالظاهر، لا يمكن أن يقولوا أن هذه سوف تقوم بكذا وكذا ويخبرون بالغيب خشية من أن يؤلهون. الناس ألهون، أنت تعلم الغيب إذن يؤلهون. هاي قضية. القضية الثانية أنه ممكن تارة يأتي هذا أبو البنت إلى المعصوم مثل ما كان يجون الإمام الحسن اللي يشيعون عنه كان زواج ومطلاق، هي مو القضية. يجون سيدي يا ابن رسول الله أنا أريد أصير حمو لرسول الله، هاي بنتي أريد أزوجك إياها. شلون السيدون يجون يقول هاي بنتي هدية أو ناذرها للسيد؟ أكو تشي ما عنده. هكذا كان، أو أنه يجبر هذا المعصوم على الزواج من هذه المرأة، وكما أجبر الإمام الجواد بأبي وأمي أن يتزوج من أم الفضل بنت المعصوم. القضية مو الإمام خطبها، إنما كان هناك طلب من المأمون ووصل إلى حد الإجبار بأن يجبر الإمام الجواد سلام الله عليه بأن يتزوج منها. مو معناته أن الإمام ما يدري، لا، يعلم كل العلم من هي هذه وماذا ستقوم به. لذلك جوبها المأمون بمعارضة شديدة من بني عباس. ليش؟ باعتبار هذا نسيب وراح يصير نسيب الخليفة على قولتهم الخليفة المهمة، فبما أنه قريب من الخليفة راح يستحوذ شنو على الحكم. يا أخي كاتب من الحكم هذا والكرسي، قال له يا أمير الفاسقين أنت بالأمس أنطيت ولاية العهد لأبو وكان ما كان، والحمد لله الله خلصنا من القضية وقتل وملكنا ما راح، وقف عند بني العباس، اليوم تريد تعيد الكرة؟ قالهم هذا صاحب فضل وصاحب علم. قال لهم صاحب فضل شو وقت صار صاحب فضل؟ وان صغير عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، خليه يتعلم القرآن يتعلم الفقه. قالهم لا، هذا أعلم أهل زمانه. شنو الدليل؟ قال امتحن امتحنوا جيبوا له من يمتحنه ويختبره. جابوا له منه قاضي القضاة يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم على أساس هذا علامة والقاعدين وزراء والمسؤولين بالدولة. الإمام صغير كان، المأمون يريد طبعا هو اللي مشي على السياسة. شنو الغرض أحبتي؟ قلت لك هاي ذكرت أنه الزوجة أقرب ما تكون إلى الزوج حتى تكون له عينا على الإمام الجواد. ترى هذا من الخبث مو حبا به، حتى مع أبيه الإمام الرضا لم يعطيه ولاية العهد حبا له، إنما جملة من القضاء سبقت خالد أهمنا، جملة من الأمور
أولا حتى يحط من قدره أمام الناس. إن هذا من أهل الدنيا مو من أهل الآخرة. لاحظين ولا؟ وحتى يسكت الثورات العلوية اللي كانت تقوم ضد ابن العباس، ثورة أبي السراي وغيره. بعد ليش تقوم بالثورة؟ ولاية العهد للإمام الرضا إلى سيدكم، إلى هو من هو سيد بني هاشم، فبعد ليش هدئوا الثورات؟ بعد أنا باكر أروح الجهنم وراح يصير هو خليفة. لكن حتى أبو الصلت اللي هو خادم الإمام الرضا كان فرحان. الإمام الرضا يقول له ها وصلت أشوفك فرحان، قال نعم سيدي كيف لا أفرح وأرى الحق قد رد إلى أصحابه. قال له يا أبو الصلت هذا الأمر ميدون. فدس السم للإمام إرضاء لبني العباس، اثنين شخصيتين حتى يرضي بني العباس قتلهم. واحد منهم الفضل بن سهل اللي كان بني العباس يكرهه اللي يسمونه الرئاستين، واحد ثاني اللي هو الإمام الرضا صلى الله عليه. فهو ليس حبا بولده الجواد زوج بنته، لا، حتى تكون له عين مثل ما زوجه النبي من فلان وفلان، حتى أو زوجه جعد إلى الإمام الحسن وهكذا. لذلك أحبتي تشوف أن الإمام المعصوم الواقع يعلم ولكن يعمل بغبار. فجابوا يحيى بن أكثر والإمام كان صغير السن، فالمأمون اللي يقولون ترى لا هذا أعلم واحد اختبروه سأل سؤال، قال له أخبرني، هذا تورط سأل السؤال عن محرم قتل صيدا. يعني يحيى بن أكثم سأل الإمام الجواد، قال له محرم قتل صيد، شنو هذا؟ الإمام جزأ للمسألة إلى عدة أجزاء، قال له هذا في الحل أم في الحرم؟ كان في الليل أم في النهار؟ متعمداً أم غير متعمد؟ مصر على الذنب أم غير مصر؟ هذا الإحرام للعمرة أم للحاج؟ هذا الصيد كان طير لو شنو لو بري؟ فصل للتفصيل فصافاً هذا. قال له يا ابن رسول الله نستفيد منك. الإمام بدأ يفصل كل واحدة، كل واحدة من هذه المسألة من المسائل اللي بينها إلى هؤلاء. فكبر المأمون، ثم الإمام سأل ليحيى بن أكثر، قال له أسألك سؤال، قال له رجل نظر إلى امرأة نظرة حرام ثم حلت لا ثم نظر إليها نظرة حرام ثم حلت لا ثم نظر إليها نظرة حرام ثم حلت لا ثم حرمت عليه ثم حلت لا، شنو وضع هذه المرأة مع هذا الرجل؟ قال ما أدري. يعني هذا الإمام يقول له في الصباح نظر رجل إلى امرأة نظرة حرام، زالت الشمس حلت له، عفوا ارتفع النهار حلت له، زالت الشمس حرمت له عليه، صار العصر حلت له، صار المغرب حرمت عليه، صار العشاء لما ارتفع حرمت، في العشاء الآخرة حلت حرمت، في الصباح في الفجر حلت. يقول سكت هذا. قال له شنو الجواب يا ابن رسول الله؟ قال له هذا الرجل نظر إلى جارية، جارية نظرة حرام يعني نظرة شهوة، أي نظرة حرام، ثم ابتاعها يعني اشتراها، بعد أن ارتفع النهار اشتراها، صارت شنو ملك اليمين، حلت له، ثم اعتقها. قال أنت
أنت حرة لوجه الله. شنو صارت عليه؟ ثم تزوجها، عقد عليها عقد دائم، صارت من حرة، عقد عليها، صارت شنو؟ ثم ظاهر بها، يعني قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، يسموها الظهار، صارت عليه. بعد ذلك كفر عن الظهار، شنو صار؟ حلت. ثم طلقها، عجيب، في الأشياء الآخرة صارت حرام. ثم راجعها، يعني رجع في الفجر فحلت. فكبر المأمون المأمون، ألم أقل لكم أنه أعلم أهل زمانه؟ والنتيجة المأمون ثبت هذه الزيجة وعقد الإمام جواد سلام الله عليه على أم الفاضل بمهر جدته فاطمة سلام الله عليه، وجيء بسفينة يجروها، كأنما صوت سفينة يجروها في المجلس، وفيها من العطور والهدايا ما شاء الله وزعت في ذلك اليوم، وأعد الطعام. فشيء عجيب صار، سوى المأمون فشيء كبير في الواقع. فإذا أحبتي الآن تشوفون أن هذه القضية الواقع، قضية الزواج، كان الإمام قد أجبر عليها، وهذا الأمر الذي نحن بصدد اللي بينت لك يا في الآية، وأن زوجات المعصومين هي محور في قضية قتلهم، يعني جعدة بنت الأشعث وأم الفضل زوجة الإمام الجواد هي التي قامت بقتل الإمام سلام الله، بقضية معروفة. هسه القضية عليكم سامعين، قضية قطع يد السارق، وكيف أن المعتصم أمضى فتوى الإمام الجواد سلام الله عليه، وابن أبي دعاد قال له سويت أنت؟ قالت تمشي فتوى ابن الرضا، هذا راح يقضي على حكمك. شلون تمشي فتوى على فتوى العلماء؟ الناس هي تأتي إليه وتشهد بعلمه، وأنت أيضا تمشي فتوته على فتاوانا، هذا الأمر ضدك. إلا جزاك الله خير، نبهتني. بس هذا واقع عن قضية المعتصم ووضع المعتصم، يحتاج إلى وقت الواقع لكي نتحدث عنه، كيف كان رجل زمج، كيف كان رجل بخيل، كيف كان حاقد على أهل البيت ولا سيما الإمام الرضا، لكن الأمر لا بد من الرجوع إليهم، أن يعرفون أين يكون الحق ولكن يحرفونه، يعرف ويحرف، لاحظ. لذلك تعاون. والإمام الجواد قال الفرج بعد المأمون بثلاثين شهر. المأمون راح الجهنم سنة 218 هجرية، الإمام استشهد في مثل هذا اليوم سنة 220. أرسل المعتصم إلى زوجته سبت أخوه، وتعاونت مع جعفر ابن المأمون أخوها في دس السم، سم فتاك، جعلته في عنب الرازق وقدمته إلى الإمام، وكان الإمام صائما بأبي وأمي. يقول الإمام طبعا تعرف هو عطشان، صوم وحر، وهذا الصوم أيضا يزيد العطش. يقول حينما دست إليه السم قالت لا لا قاتلك الله، قتلتيني قاتلك الله، الآن أنت دسيت إليه السم، أعطيني شربة من الماء. يقول لم تعطه الماء، خرجت من عند الإمام سلام الله عليه وأغلقت الأبواب. الإمام ظل وحيدا في الدار يعاني لمع السم إلى أن فارقت روحه الدنيا. المعتصم يقول وضع الحراس وأمر بأن ترمى جثته
بقي الإمام محاصر بالحرس إلى أن حضر الشيعة. كادت أن تهيج الثورة، هددوا إن لم يؤذن لهم بالدخول على الإمام أن يقوموا بالثورة، خاف اللعين سمح لهم بالدخول على دار الإمام. دخلوا ولكن بأية حال وهم يبكون ينوحون يلطمون على رؤوسهم أويلي أويلي إجوا يما بحنين ولطم على الرأس فزعت طبوا على الجواد أو فزعة الناس لمن غسل صاحب النوماس حفاو بالقبور كلمة منعهم من الدخول لكن قاموا بالثورة، خاف منهم اللعين سمحوا لهم بأن يأتوا إلى دارك ويحيطوا بجسدك ويقوموا بتجهيزك. سيدي عماتك بنات رسول الله أحاطوا بجسد جدك الحسين هربا من هجوم القوم على الخيام، لذنا بالجسد الطاغر أحطنا به، هذه تقبلوه وهذه تشمه، قعد اليم أبو اليم ينحبه، قعدة يما ابو اليمة ينحبان، سكنة تعدد الهلوغلي بتشان، ورباب الصيح بالله حال الاطمان، جت سكنة تصيح الله اذقلها سكنة يا عم خلي قعدة ما بيني وبينك لسندة، بل كان يفك عينه وننشد يا جرح ومضغدة، تقلها يا عم شلون قعدة وسهم الذي واقع بكبدة، يا خاف أثار الخرز ظهره تعبنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إلهي بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه، لا سيما صاحب هذه المصيبة الراتبة الأليمة، أن تصلي على محمد وآل محمد وعليه، وأن تكشف همنا وغمنا وضرنا وكربنا وضيقنا يا الله بتعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمي الفدا،
اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلي يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اجعل العراق وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة، احفظ شيعة أمير المؤمنين في وفي كل مكان يا الله. سادة الحاضرين، إخواني المؤمنين، زاري أبي عبد الله وأبي الفضل شيعة أمير المؤمنين، اللهم احفظهم جميعا فردا فردا، وسع عليهم واسع فضلك ورحمتك، اقضي حوائجهم، اشفي وعافي مرضاهم، المؤسسون لهذا المجلس والقائمون عليه والخادمون فيه والباذن له، اللهم احفظهم وايدهم وسدد خطاهم الى اموات المؤسسين لهذا المجلس واموات الحاضرين ومن مات على الايمان وامواتي، واخص بالذكر مولاتي وسيدتي ام البنين والشهداء الابرار، رحم الله من يقرا سوره المباركه الفاتحه قبلها صلوات. Oh!